إسرائيل كلب حراسة المصالح الإمبريالية. أمريكا دفعت مساعدات لإسرائيل 275 مليار دولار، وكل رؤساء أمريكا بيدعموا إسرائيل. جو بايدن قال سنة 86 لو إسرائيل ما كانتش موجودة كان لازم أمريكا تخترع إسرائيل عشان تحافظ على مصالحها في المنطقة. في بداية الحرب الحالية على غزة اللي متحصرة من 16 سنة، وصل جو بايدن إسرائيل بعد 5 أيام بس، المرة الأولى للرئيس الأمريكي يزور فيها الاحتلال الإسرائيلي والحرب شغالة. وزير الخارجية، وزير الدفاع وسفن البحرية الأمريكية في تل أبيب، أمريكا بقت شريك بشكل كامل في إدارة الحرب الإمبريالية وإبادة غزة. بس ليه أمريكا واقفة قوي كده في ظهر إسرائيل؟ الإمبراطورية البريطانية سيطرت على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، وقيادات الحركة الصهيونية ضغطوا لاستبدال الاستعمار الإنجليزي بدولة صهيونية في فلسطين. وعلى أمل كسب دعم اليهود أصدرت بريطانيا وعد بلفور في نوفمبر 1917، وفي 14 مايو سنة 48 انسحب الاستعمار البريطاني من فلسطين، وأعلن ديفيد بن غوريون تأسيس دولة يهودية. أمريكا بعد 11 دقيقة بس من الإعلان كانت أول دولة في العالم تعترف بالدولة الصهيونية في فلسطين، وسموها بعد كده إسرائيل. بعد الحرب العالمية الثانية بريطانيا جابت ورا وأمريكا خدت مكانها، وتحول الاستعمار التقليدي لقوة عظمى بتسيطر على الأراضي من غير احتلال، وبقى اسمها إمبريالية. أهم وأول رئيس أمريكي دعم إسرائيل بشكل حقيقي عشان طمعان في أصوات اليهود هو هاري ترومان، كان رئيس بين سنة 45 ل 53. ومع زيادة مخزون البترول في الخليج وزيادة ثورات الشعوب العربية ضد الاستعمار وانتشار الشيوعية في العالم، كان لازم أمريكا وباقي الدول الاستعمارية الأوروبية تلاقي بلطجي يقوم بدور كلب الحراسة في الشرق الأوسط ويسيطر على الحركات الثورية ويحارب بدلهم. الحكومة الإيرانية لما أممت صناعة النفط في سنة 51 كتبت صحيفة هارتس الإسرائيلية: لو القوى الغربية بتفضل أحيانا أنها تغمض عينيها، ممكن تعتمدوا على إسرائيل في عقاب الدول اللي بتتجاوز في حقكم. وفي سنة 67 إسرائيل احتلت اللي فاضل من فلسطين التاريخية وأجزاء من مصر وسوريا. أمريكا عجبها دور إسرائيل ككلب حراسة بعد 67، بعد ما كانت أمريكا بتدي قروض لإسرائيل بقت تبعت لها مساعدات عشان تبني جيشها وتنغنغ المستوطنين بفلوس، طيارات، صواريخ وأسلحة تضمن تفوق جيش الاحتلال على جيوش المنطقة. أمريكا واقفة في ظهر إسرائيل في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أي قرار ممكن يكون مش في مصلحة إسرائيل أمريكا تديها واحد فيتو وتقلب الترابيزة. أمريكا استخدمت الفيتو 83 مرة، 42 مرة منهم كانت لقرارات خاصة بإسرائيل. إسرائيل بتدعم الأنظمة الدكتاتورية العربية عشان تواصل قمع الشعوب وتحافظ على استقرار المنطقة وتحمي مصالح الإمبريالية العالمية، والأنظمة الدكتاتورية بتستفيد من إسرائيل عشان تحكم وقت أطول وتعمل بيزنس سلاح وأنظمة تجسس ضد شعوبها. وكل ما الأنظمة الدكتاتورية تحب تقرب للدول الغربية تطبع أكتر مع إسرائيل، وده بيبرر الخيانة اللي بنشوفها آخر كام سنة من الأنظمة الدكتاتورية لفتح علاقات وتطبيع مع إسرائيل. بعد مرور 75 سنة على النكبة اللي اتولد منها الكيان ده، بيفضل الكيان الصهيوني كلب حراسة الإمبريالية في الشرق الأوسط والضامن والحافظ لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، سواء المصالح الاقتصادية أو السياسية. معادتنا للكيان المحتل بينبع من موقف اشتراكي ثوري معادل للإمبريالية وكلب حراستها إسرائيل. أمريكا شريكة في الحرب على غزة.